بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو للتعريف بصنف نادر في المدينة المنورة وقد يكون انقرض وهو صنف البرطجي. سيكون بعد هذا الفيديو تعريف من المزرعة نفسها عرفنا فيه، لكن سيكون هذا أوضح، هذا الفيديو أوضح للتعريف في الثمرة، وهي صفراء مستطيلة كبيرة الحجم متأخرة، الآن نحن في تقريبا 7 سبتمبر وهي ما زالت بلح حتى في النخلة، يعني حتى يتم الإرطاب والتمر يمكن تحتاج 1.5 شهر، يعني يكون رطبها في قبل الشتاء وتمرها في الشتاء، فهي صنف متأخر جدا. طبعا كما يظهر من الصورة هذا هو لونها، وهذا لون القمع، هذه بدون تخفيف كبيرة الحجم، من الأصناف النادرة المنقرضة، ذكرت في بعض مراجع النخيل مثل كتاب تمر طابة المستطابة، وكذلك موسوعة النخيل لعبد الجبار البكر من الأصناف القديمة. طعم بلحها يعتبر غير مستساغ، ولكنها تؤكل رطب وتمر، طعم البلح عفصي، فيه طعم يعني غير مستساغ بشكل جيد، ليس حلو، ولكنها تؤكل رطب وتأكل تمر، وتميز بحجمها الكبير يشابه العنبرة، وهي غير بدون تخفيف، فإذا كان تم تخفيفها تكون شكلها أكبر. طبعا ندعو أخواننا المزارعين ومن لديها أصناف نادرة في المدينة أو غيرها ويرغب في توثيقها التواصل معنا على بريد القناة، نحضر لتوثيقها أو يرسل لنا فيديو ويكون متأكد من صنف النخلة. هذه النخلة تواصل معنا الأخ الكريم سعادة الدكتور خالد محمد سعيد المحمدي، وأخذنا إلى هذه المزرعة القديمة وهي مزرعة جدة رحمها الله، وتم توثيقها، وقد سبق جزاه الله خير أن أخذنا إلى مزارع أخرى لأنه مهتم في توثيق الأصناف النادرة من فترة طويلة، وذهبنا معه إلى مزارع في وادي الصفرة وادي الفرع، لأن توثيق الأصناف النادرة إذا لم يتم عمله في هذا الوقت قد لا نستطيع توثيق كثير منها. هذه نخلة طويلة في مزرعة لها أكثر من 100 عام، لا يوجد لها فسائل في منطقة العيون في المدينة المنورة، وسيكون بعد هذا الفيديو فيديو التعريفي من المزرعة نفسها. طبعا أهم ميزة في هذه النخلة أنها متأخرة جدا مقارنة باقي النخيل في المدينة المنورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن اليوم الخميس 22 صفر 1445، 7 سبتمبر 2023، في مزرعة تاريخية في المدينة المنورة لنوثق نخلة نادرة وتقريبا منقرضة، وهي نخلة البرطجي. نخلة البرطجي كما نراها الآن في هذا الوقت أكثر النخيل، تقريبا جميع النخيل تم حصاده في المدينة المنورة، حتى العنبرة وهي متأخرة، ولكن هذه النخلة ما زالت بلح كما نراها الآن، من الأصناف المتأخرة، حبتها صفرة كبيرة جدا تلفت النظر. طبعا احضرنا لهذه المزرعة، هي مزرعة سعيد بن مسعود المحمدي، احضرنا لحفيده عالمنا الكريم الدكتور خالد محمد سعيد المحمدي، هذه مزرعة جدة وهو مهتم في النخيل النادر. الله أكبر الله أكبر، فجزاه الله خير على هذا التوثيق، وهذا بلحها. الله أكبر الله أكبر، طبعا حبة كبيرة الثنتين دوب تكون في اليد. أشهد أن لا إله إلا الله. صنف من الأصناف النادرة المتأخرة جدا. أشهد أن لا إله إلا الله.
المدينة المنورة. وأحببنا توثيقها، نسأل الله جل في ذلك علما ينتفع به.